الامريكي ليسكت افواه كل الحاقدين. يوم صحتهم احنا ما نجم ما نقدروش نحسدوهم. جاء المنتخب المغربي انا اعتبر ذلك هذه يا خويا كما يقولوا احنا بالعب بالعاميه لعب لعبك. في كل مره ياتون بمنتخب مشكل من نجوم ينشطون في اوروبا وفي كل مره يسقطون في ادوار متقدمه. منافسه كاس العالم هي منافسه مغايره تماما، منتخبات تكون حققت نتيجه جيده سواء خلال كاس العالم، نشاهد انهم يسقطوا مباشره في فخ انهم يكونوا فوق سحابه ان صح التعبير. الفريق تاع المغربي راه ربما كاين، قلت راه بالك ربما خيفني من المقابله. ستكون مأموريته صعبه وصعبه جدا. امريكا التي ستحتضن كاس العالم 2026 المنصفه مع المكسيك وكندا، هذا ايضا عامل مساعد. دونك انا باش نقول للفريق المغربي صح دار بون باركور ان باركور بوزيتيف، مي لي زادفيرسار نيتي با فريمون فاموز ذلك، يعني المنافس الان راح يتغير، المستوى راح يطلع كثير. ما قاله الإعلام بعد تأهل المنتخب المغربي الأولمبي ومواجهة المنتخب الأمريكي في الدور الربع نهائي لأولمبية باريس. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. المنتخب المغربي عنده مقابلة مع أمريكا، وأمريكا راكو تعرفوا يعني تاهي كرة ديالها سريعة وقوية. البروبليم واش المغرب غادي يتأهل ولا ما يتأهلش، خصنا نقطعو ونسناو المقابلة نمشيو نتفرجوا النهائي وصافي. وان شاء الله هذه المقابله هذه يفوت فيها المغرب وما يديرش الاخطاء ديالو بحال هذه المقابلات بحال ديال امريكا، خاصو يدير لهم كيما دارت لهم فرنسا، يضغط عليهم يعمرهم ويلعب مكالمي، ما يسناش حتى الشوط الثاني لانه هادو ينقلبوا عليك في الشوط الثاني. وشفنا امريكا في الماتش الجزائري مع نيوزيلندا راه عطات ربعه، يمكن امريكا راه ماشي سهله يعني، راه فريق يعني قوي يعني ماشي سهل. واش غانا 0-3-0 المهم ربح الدوزيام ماتش. امريكا هذه خاص الواحد يحتاط بها، يمكن 3-0 خاص يحتاط بها، وخاص يلعب سكيتي وطارق بالعقليه اللي لعبوها في المقابله ديال العراق، بالدخول بالسيطره بالهجومات واتنسيو الدفاع. ضمن المنتخب المغربي الاولمبي تواجده ضمن الثمانيه الكبار في دوره الالعاب الاولمبيه بعد تاهله في صداره المجموعه الثانيه، والحصيله كانت فوزه على المنتخب الارجنتيني ومنتخب العراق، وهزيمه كانت ضد المنتخب الاوكراني. وسيواجه المنتخب المغربي الأولمبي في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية المنتخب الأمريكي يوم الجمعة القادم انطلاقا من الساعة 2 زوالا بتوقيت المغرب. وسيبحث المنتخب المغربي الأولمبي عن نتيجة إيجابية ضد المنتخب الأمريكي لضمان بطاقة العبور إلى الدور النصف النهائي ومواصلة حلم تحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية.